كاسة شاي لو سمحت. حاضر مدام. مرحبا ميسر. لا تخافي ماني جاي. ترك ايدي. انت شو جاي تعمل هون؟ عم تراقبني؟ ايه مزبوط، كنت عم راقبك مشان انفرد فيكي. العالم عم تتطلع. ايدي خلينا نحكي. ما في شي بيناتنا نحكي فيه. بترجاكي ميسر اقعدي واسمعيني. جيب لي شاي لي. حاضر استاذ. ايه مرتي عرفت بكل شيء بعد الخناقة اللي صارت بيني وبينكم بالسوق. حكيت لها كل شيء عن مراد وعنك وعن كل شيء. وابي عرف، قلعني من الشغل وطردني من البيت. ما ضل شي ناخد ونعطي فيه. صهري لا تحاكيني بهالنبرة، بترجاك. ها انت مالك عم تعطيني صدى، وبتعرف منيح قديش تعبتوا هالشي. انا بستحقه. خلص خود وبلا لعي. الف مبروك. خلينا ننهي الموضوع ونخلص. صهري قلت لك اترك هالموضوع علي. ايه صدقني ما رح اصر. حتى ميسر بتقدم افادتها لصالحنا، ما رح وفر حدا. بأول جلسة رح يفرجوا عنا إن شاء الله. صهري خلص بقى، حاجة تتخوف. فاطمة لما هربت من البيت كريم خبر الشرطة، وبعدين لقوا ببيت هديك الفلتانة، قصدي نور. سجلت كل هالشي بملف القضية وبعدته للقاضي، وبكرة بتشوف النتائج. نور صارت بجيبتنا وميسر على الطريق. طيب إمتى منير؟ قلي. عن قريب صهري، وساق فيني شي مرة أنا خزلتك. كل العيلة دريت القصة، حتى القرايبين كمان، وولادي عند الجيران. تخانقنا أنا ومرتي، وأبي ارتفع ضغطه. أمنا أسعفناه على المشفى، ركبوا له سيروم، وقدام كل الدكاترة طردني وقال لي ما بيشرفني إني يكون ابنه. رجعت على البيت لقيت مرتي ضابطت لي كل أغراضي، وكانت رح ترمي لي إياهن من الشباك كمان، بس خافت من الفضيحة. وهلأ مصرة على الطلاق وقال ما بدها تتراجع أبدا. بس تروق مرتك رح ترجعوا لبعضكم، لا تخاف. انت ما بتعرفيها، كتير عنيدة. المهم انا حملت حالي وطلعت من البيت، وهلأ نازل بأوتيل. خسرت كل شي، كل شي. تصوري، والشغيل اللي صار له سنين عم يشتغل عندي، تخيلي ما سمح لي فوت على المستودع. قال هي تعليمات الوالد، مانعوني يفوتوني لجوا. يعني بسلامة فهمك، صفيت لحالي بالشوارع هلأ.